في أحد هذه القصة مؤلمة. أحد الكفار حفر حفرة يقال أنه جلس عليها أياما، تعرفون أنتم المدينة كلها جبال وصخور، وجلس أيام يحفر يقول لعل محمد يمر من عندها فيسقط فيها. ولما جاءت الغزوة غزوة أحد، الرسول في أحد كم كان عمره؟ من يعرف كم كان عمر الرسول؟ الرسول هاجر عمره كم أصلا إلى المدينة؟ هاجر عمره 50 سنة، وغزوة أحد كانت وعمر النبي 57 سنة. والرسول في أثناء الغزوة لم ينتبه للحفرة فسقط في داخلها عليه الصلاة والسلام، فارتطم وجهه بالحجر وصب الدم. النبي كانت عليه الخوذة، الخوذة هي التي تلتوض على الرأس ولها حديد يغطي الخدين وفيها يعني أسنان من حديد حتى تربط من هنا وتغلق على بعضها، يضعها المجاهد والمحارب إلى الوقت المعاصرة. فلما سقط النبي في الحفرة تألم ظهره ووجهه وكسرت رباعيته أسنانه، أراد أن يقوم يصعد يقوم يقف في الحفرة، فإذا برجل من الكفار يقال ابن قمئة يشوف الرسول يبغى يقوم ومعه السيف، فضرب النبي على سيفه مصفحا يعني يضربه بالعرض على رأس الرسول، فجلس يضرب النبي على رأسه من هنا ثم وجهه من يمين ومن يسار، فدخل الحديد حديد الخوذة في وجه النبي وبدأ الدم يخرج أكثر، فركض الصحابة يبكون. وهنا أشيع أن النبي قتل، وأول من تقدم أبو بكر يرفعه يقول فدتك نفسي يا رسول الله، والنبي يصب الدم من وجه حتى يقول الصحابة والله لم نرى عينة من أنفه من فمه من كثرة الدم. يقول أبو بكر فحاولت أن أخلع الخوذة فما استطعت، أبي أشيلها من شدة دخولها في جسد الرسول ما قدرت. فتقدم أبو عبيدة بن الجراح فقال أقسمت عليك يا أبا بكر أن تترك النبي لي، فتقدم أبو عبيدة وسج النبي يعني رفعه واستحى على الأرض. يقول فحاول أن يخرج تلك الخوذة فما استطاع، فقام يمسكها بثمه يعني يعضها يقول من شدتها، فيقول فتنكسر أسنان أبو عبيدة والخوذة يلا تطلع، حتى يقول مع كل عضة له ستكسر جزء من أسنانه ويرميها رضي الله عنه، يريد أن ينقذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يخرج الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، يقول والدم في وجه النبي كثير، وكان الدم يملأ وجهه فيمجه النبي، يمج الدم الذي يخرج من فمه ويأتي الدم ثاني مرة، فيمجه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة ولا يزال على هذه الحال. يقول الصحابة الأهثم هو الذي ليس له أسنان، يقول لما رأينا أبو عبيدة سقطت أسنانه والله لقد رأينا جمالا في وجهه لم نره من قبل حينما سقطت أسنانه، إكراما من الله له، لأنه هو الذي خلع الخوذة من وجه نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول فخلعت فإذا بوجه النبي كله دم وفتحاتها في خديه من يمين ومن يسار. يقول فجلس النبي يمسح وجهه والصحابة حوله، فرفع النبي أكفه. يقول أبو بكر فخشيت أن يدعو على أمته، فالتفتنا إلى النبي وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. بعد هذا المظهر والمنظر يدعو لقومه وأمته بالهداية أن يهديهم الله. يا رسول الله تؤذى وتضرب، تكسر رباعيتك، يسيل دمك تضحية لأمتك، ويؤذونك، والله قادر على أن يجيبك في هذا الموطن، ويدعو ربه في تلك اللحظات اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون الحق ولا يعلمون من أنا ولا يعلمون الذي أنا أردت أن أوصل لهم ما أوصله لهم يا رب العالمين، فأعني يا الله على توصيل هذه الرسالة. والله إن نبينا يستحق الحب عليه الصلاة والسلام إيمانا وحبا، ضحى النساء، أم عمارة في غزوة أحد لها موقف عظيم، تقول رأيت النبي والكفار خلفه يريدون ضربه، تقدمت حرمة. يا جماعة الخير يا شباب يا رجال، أنتم أمل أمتنا،
أنتم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى. أم عمارة تقف خلف النبي تضع نفسها له كالدرع تحميه حتى ضربت على كتفها فغار كتفها، يضربونها الكفار بالسيوف. تخيل وأن تذبح ذبيحة، لما تضرب كتف الذبيحة بالصادور مرتين وثلاث ينكسر العظم يطيح. أم عمارة يقول الصحابة ضرب كتفها حتى غار، حتى سقطت في الأرض. وبالمناسبة تراها عاشت بعد غزوة بدر أو أحد 20 سنة، وسقطت في الأرض ومر عليها ولدها يا أمي يا أمي يريد ينقذها. قالت دعني اذهب إلى رسول الله فهو أولى مني بالإنقاذ. رح للرسول خلني أنا في الأرض. هذه المرأة تقف إلى النبي، ثم التفت عليها الرسول في الغزوة وهي مدرجة بدمائها. قال من يطيق؟ ما تطيقين يا أم عمارة؟ قالت أطيق وأطيق يا رسول الله فداء لك، ولكني أسألك مرافقتك في الجنة. أنا ما أبغى شيء، خلهم يضربوني وخله يغور كتفي وخل السيف يبقى في ظهري. امرأة حرمة يا شباب، حرمة يا رجال. الأمة اليوم نريد، ماذا نريد فقط منك؟ نريد اتباع السنة، نريدك أن تكف أذاك عن الخلق وعن نفسك، نريدك أن تكون مؤمنا صالحا. نريد من البنت، الفتاة، المرأة أن تحفظ حجابها وعفتها وشرفها ومكانتها، أن تقوم على تربية أولادها وأن تحفظ زوجها حاضرا غائبا. نريد أمة تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبة فيما عند الله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وسط هذا الإيذاء، تخيلوا، الله جل وعلا يريد أن يبتلي، أن يخبرنا أن الإسلام غالي، وأن يخبرنا أن النبي ضحى من أجل هذا الدين ومن أجل هذه الأمة التضحية الكبيرة. يشتد إيذاء قريش له في مكة، تخيل لما اشتد الأذى، يموت أعز الناس إليه، تموت خديجة حاضنته وزوجته الكريمة الشريفة رضي الله عنها وأرضاها، ويموت عمه أبو طالب. لو الموت بيدك أنت، لو الله جل وعلا قال لك خذ يا فلان موت خديجة وأبو طالب في يدك، متى تخليهم يموتون؟ يموتون بعد فتح مكة، بعد نصر الإسلام. لكن الله جل وعلا أخذهم في وقت واحد، في سنة واحدة، حتى سمي ذلك العام عام إيش؟ عام الحزن. كأن الله يريد أن يخبر محمد، يا محمد سيذهب العم وتذهب الزوجة ويتخلى عنك الناس، لكن معك الله جل في علاه. وهذا درس عملي، لا تحزن، إن الله معنا. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.